بعدين هنغني مع الفرقة بقى. الفرقة ما شاء الله مغرية جدا. هو أصلا أنا كنت الراجل اللي هو صاحب المحل والضيف اللي هو كوتوموتو وجورج أمه كوتوموتو. وجورج لغاية دلوقتي أحسن من أحسن الكوميديانات اللي عمله ست، يعني كان فظيع فظيع فظيع. أنا موضوع حب الكوميديينين للستات الكوميديانات يعملوا ست، هذا بدي أسألكم فيه بعدين، لانه حتى مش بس بالعالم العربي، حتى بيوروب وبامريكا لازم يعني ادي مارفي، داستن هوفمان، روبن ويليامز جدا للدهن. ما ينفعش يبقى كوميدي غير ما يعمل الست، بس هنخلي الستات. لا ينفع لا يعني ينفع بس يبقى احلى لما يعمل ست. هي ايه احلى حاجه بشرب وبمقومات غير طبيعيه هم الستات. طبعا. الله 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 الله، ده رأيي ما اعرفش. لا 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 لا، هاني منضم للقلق. انا موافق. اوكي. لا وخاصة الست اللي انت بتعملها بروزها جامد قوي يعني. صواريخ ما ينفعش يعني. شو هيدا؟ بروز بتطلع صواريخ يعني. مش كله مش عادي. انت بخليها تطلع نار. ده رئة دي ازايز. وعارف بالظبط.